السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. وخلينا نستكمل السلسلة بتاعتنا في شرح كتاب العادات السبع للأفراد الأكثر فعالية لكن بمنظور مختلف. توقفنا في الحلقة اللي فاتت عند العادة الرابعة أو اللي بتقول Think Win-Win، والنهاردة بقى معادنا مع العادة الخامسة واللي بتعتبر من أهم العادات لأنها أساس من أسس الاجتماع الإنساني أصلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو توقفت عند كلمة لتعارفوا هتلاقيها هي الأساس في التواصل، وإن الإنسان في الآخر سمي إنسان لأنه يأنس بغيره، يعني من الأنس. يعني أساس الاجتماع الإنساني هو التواصل والتعارف. وهنا ستيفن كوفي بيحط عمدة الأحكام في الموضوع ده، بيقول في العادة دي: Seek first to understand then to be understood، أو اسعى أولا لتفهم ثم تفهم. يعني ببساطة لما تيجي تتواصل مع حد افهمه الأول وبعدين ابدأ تواصل معاه. الحقيقة لو بصيت للعادة دي هتلاقي ان هي نصين، النص الأول خاص بفكرة كيف تفهم الآخر، ولكن بما ان السمع مستويات واحنا اتكلمنا عن السمع والكلام بالتفصيل الممل في فيديو اسمه مهارات التواصل كما لم تسمعها من قبل، لو ما كنتش سمعته ففايتك كتير، ياريت تسمعه هيفيدك. فانا هنا هركز على أعلى مستوى من مستويات السمع، ألا وهو ما يسمى بالإمباثيك أو السمع المتعاطف أو المتفهم. الحقيقة أن مهارة السمع المتعاطف أو المتفهم مهارة مش سهلة، وتعلمها بيحتاج لممارسة طويلة، لكن هي مهارة لها أسرار بسيطة هقولها لك، وبناء عليه تقدر تكتسب هذه المهارة بسهولة. السمع المتعاطف والمتفهم سره أن أولا زي ما بنقول لما تيجي تتواصل مع حد اسمعه بجد، يعني ما تركزش في حاجة تانية، ركز معاه هو فعلا. دي الخطوة الأولى، التركيز الفعلي. أما الخطوة التانية هو أنك تظهر له أنك أنت فعلا بتسمعه. بس إزاي أقدر أظهر للي قدامي أن أنا مستمع ومتفهم وكل الكلام ده بدون ما أتكلم؟ سهلة جدا، أقول لك يا صديقي، عن طريق تعبيرات الوجه، عن طريق التوجه للشخص، يعني ترك كل شيء في إيدك وتتوجه له بجسمك كله، وفي نفس الوقت حركة الرأس كمان، يعني تبدأ تعمل كده وتعبيرات وشك يبان عليها المود اللي هو داخل فيه. يعني لو هو بيحكي لك عن شيء محزن المفروض يبان على تعبيرات الوجه عندك ان انت كمان حزين معاه. لو بيكلمك في شيء فيه فرحة يبقى انت كمان تبتسم في وشه. لو بيكلمك في موضوع هام جدا لازم تظهر تعبيرات وجه جادة، انك انت تتعدل في قعدتك وتبقى يعني متوجه له وتظهر تعبيرات وجه جادة. كمان زي ما قلنا حركة الراس طول الوقت بتدي ايحاء ان انت معاه ومركز معاه مش في حاجة تانية. ودي كانت الخطوة التانية، انك تظهر للاخر انك بتسمعه بجد. اما بقى الخطوة التالتة والاخيرة هي فكرة انك انت تحاول فعلا تحط نفسك مكانه. وبالله عليك قول لي ازاي تتعاطف مع حد او تتفهم شعوره اما كنتش فعلا حاطط نفسك مكانه. ده كان النص الاول من العادة دي. تعال بقى نروح للنص التاني من العادة، الا وهو فكرة الكلام. احنا خلاص استمعنا عشان نفهم اللي قدامنا، دلوقتي نبدأ نفهمه احنا عاوزين نقول له ايه. فهنا تيجي مهارة الكلام. والحقيقة هنا يعني موضوع مهارة الكلام ده يعني طول شرحه، ممكن نعمل عنه سلسلة كاملة، وان شاء الله هنعمل عنه سلسلة كاملة، بس خلينا نحط ايدينا على حاجة مهمة قوي. ستيفن كوفي هنا قالك ان ببساطة طريقة الخطاب على قدر اختلاف الشخص اللي قدامك او الموقف هي حاجة من ثلاثة، وهي كلمات يونانية اشتقت منها كلمات انجليزية. الكلمات اليونانية هي ethos, pathos, logos، واللي اشتق منها كلمات انجليزية. ethos اشتق منها كلمة ethics يعني الاخلاقيات او المبادئ، اما pathos فاشتق منها كلمة passion باللغة الانجليزية وهي العاطفة، اما كلمة logos فاشتق منها الكلمة الانجليزية اللي هي logic او المنطق العقلي. خلينا نمسك واحد واحد ونشرحه بسرعة. اما كلمة ethos او ethics او خطاب المبادئ او القيم فهو ببساطة خطاب المصداقية، يعني لما بتكون بتكلم شخص وهو اصلا بيثق فيه، وده طبعا بيجي على مدى وقت طويل، يعني محدش بيثق في حد بسهولة. فلو واحد اصلا هو واثق فيك فانت هنا مش بتحتاج مبررات ولا بتحتاج كلام كتير، انت بتقوله الرأي هو بيثق فيه عشان هو خارج منك انت، الشخص اللي بالنسبة له اهل للثقة. ففي الوقت ده لو انت بتكلم حد ليك علاقة وبينك وبينه عشرة وعيش وملح وانت اصلا شخص بالنسبة له مصدر للثقة، فساعتها مش هتحتاج تبرر ولا تتكلم يعني كتير، الكلمة منك بتأثر فيه من غير ما تعمل اي حاجة وانت سايب ايديك كده. وده اشد الطرق اقناعا ولكن اصعب في الوصول اليه، لانه بيتطلب مجهود ووقت طويل انك تقنع الغير انك اهل للثقه، دي مش حاجه سهله. النوع الثاني من الخطاب بقى، وده مهم جدا بصراحه لانه هو غالب الاحيان بنستعمله او بيستعمل معانا، الا وهو باثوس او باشن او خطاب العاطفه. وركز بقى معايا كويس عشان بيتعمل معاك الجلاشه بالكلمتين دول. غالب الزعماء والقاده والمديرين
شيرين والناس دي كلها بتستعمل معاك ده طول الوقت. خطاب عاطفي ما فيهوش وعود ولا خطط ولا ارقام. والحقيقه ان خطاب العاطفه ده سلاح ذو حدين، يعني لو كنت انت انسان صادق بجد فالكلام اللي من القلب بيروح للقلب فعلا وبيبقى مقنع جدا وسريع في تاثيره، زي الحبيب لما بيكلم حبيبه، الكلام اللي من القلب بيخترق القلب. المصيبه بقى لو انت استعملته بقى بطريقه غير صحيحه، يعني لو انا جيت في مره وقلت لك انت نور عينيا، بعد كده عملت معاك الجلاشه وحطيت عليك، هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه، ان بيتعمل معاك بالجلاشه. فبقى خد بالك في مواقف ما تعديهاش بكلام عاطفي، يتقالك فيها ارقام ويتقالك فيها حقائق ويتحط فيها اهداف واضحه وجدول زمني. انا ما اقصدش حاجه، انا اقصد مديرك في الشغل. لو مديرك في الشغل جه قالك انت نور عينيا، ما تصدقوش لما يقولك ارقام ويديك يعني توقيت زمني ويقولك يعني اهداف واضحه. وكفايه كده بقى، وخلينا نروح للخطاب الثالث اللي هو لوجوس او لوجيك او المنطق العقلي. ده بقى صديقي اقل الطرق اقناعا واقل الطرق تاثيرا الا مع طائفه معينه من الناس اللي هم العقلاء والعلماء والمفكرين والمثقفين وبتاع. فلما تبقى تقعد مع الناس دي وتلاقيهم اصلا بتكلم معهم خطاب منطق عقلي، لان ده زي ما قلت لك بيستند على افكار وارقام وحقائق وعلم وبتاع، وغالبا الناس مش بتستسيغ الكلام ده. فلما تبقى تلاقي اللي يفهمك يبقى اقعد معاه اقول له الكلمتين دول، غير كده ابقى اتكلم اما بخطاب المبادئ او العاطفه وريح دماغك، بس استعمله في الخير مش زي ناس تاني. ولا تنسى seek first to understand then to be understood، او اسعى اولا ان تفهم ثم تفهم، اسمع وبعدين اتكلم. دي كانت العادة الخامسة، اشكركم شكرا جزيلا. لو كنت وصلت الحتة دي من الفيديو فشكرا ليك، واتمنى اكون ما ضيعتش وقتك. لو كنت مش من المشتركين في القناة فاشترك في القناة، تلاقي كتير عليها حاجات تفيدك. ولو كنت من المشتركين فما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك كمان يستفيد. نشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.